أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف. بداية شكرا جزيلا للجميع على دعمكم المتواصل. بفضل دعمكم بلغت القناة اليوم 1000 مشترك في ظرف وجيز منذ انطلاقها. شكرا جزيلا للجميع. خلال هذا الفيديو سنستعرض 5 أطفال لن تصدق أنهم موجودون في تونس. مشاهدة ممتعة للجميع. الطفل عبد الرحمن بن رحومة قارئ القرآن الكريم يمتاز بصوت رائع جعله من خيرة الأطفال العرب القارئين للقرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. صدق الله مولانا العظيم. الطفل الذي أبكى تونس على إثر نشر فيديو له يبكي بسبب ضيق حاله وعدم امتلاكه لحذاء وكراس. الطفل محمد حميدة لاعب الشطرنج الذي انسحب من بطولة العالم للشطرنج عندما وضعته القرعة في مواجهة طفل من إسرائيل. الطفل الموهوب أمين أصغر تونسي ينشط على اليوتيوب، لديه قناة أمين تي في يقدم معلومات مفيدة عن تونس. تونس هي أكبر مصدر زيتون في العالم. تونس هي أكثر دولة سنة 2014 تستقبل سياح. محمد صالح شندوبي هو أول لاعب فريق ريال مدريد الباسكت بول. الطفل الموهبة أحمد التريكي. في النهاية أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم الفيديو. الرجاء الاشتراك بالقناة سيف وولف من خلال الضغط على سابوني أسفل الفيديو. شكرا جزيلا للجميع.